على المحك. مصيرهم 50% في يد زملائهم و 50% في يد الجمهور. بينزل لكم رابط تصويت جوجل الآن. أبدوا آراءكم، من تنقذون ليعود للمنافسة؟ وأيضا يتاح الفرصة لنجوم جنتل يبدون رأيهم من يعود للمنافسة. أقطاب، من كبرهم وثقلهم المسرح يهتز. بأمانة لما أقول شيء يختلف، هو شيء يختلف وبرايم يختلف. أعان الله الجمهور وأعان الله النجوم اللي أمامي. أبدأ مع بداح، تفضل يا بداح. كما اعتدت جمهورنا الغالي، من يقف على يمين الشاشة هو رقم واحد، ومن يقف على يسار الشاشة هو رقم اثنين. إذن سلطان آل سعد رقم واحد، سعد الطويل هو رقم اثنين. جبر المدارية، سلطان آل سعد رقم واحد، سعد الطويل رقم اثنين. عبد الله الدفين، علي هادي، شيط طاحوس، عبد الله الحافي، عبد العزيز رباح، نواف الشهراني، مخلد علي آل لبدان، عبد العزيز المغيري، طاهر باعوين،
أيمن الظفيري. نواف عقاب. تركي غويزي. Thank you.